هنحل امتحان ال11 وال12. اسمع طيب وانت بتقرا يعني، تمام؟ اسمع وانت بتقرا، ودايما تعمل كده، وقبل ما تمسك ورقه الامتحان تقراها كويس. بيقول لك ايه؟ The job of the teacher، وظيفه المدرس، is a great one، وظيفه جامده طبعا. انت هتقول لي teachers work is in schools، بيشتغل في المدارس، مدرسين they go to schools every day، بيروح المدرسه كل يوم. They teach children، وبيعلموا الطلبه how to read and write، بيعلموهم ازاي يقروا ويكتبوا. Teachers always help us with our lessons، دايما المدرسين بيعلمونا في الايه، في الدروس بتاعتنا. English very much، طبعا I like English very much. السؤال الثاني، English is my favorite subject. I want English films، افلام انجليزي. I read، ايه ده بقى؟ ده اللي واضح ان انا كنت بديكوا listening بتاع تاني اعداد. I read English stories، بس الصح طبعا I like، هو عموما محلول صح، don't worry. يلا بينا. علي واحمد، احمد تلزع علي. احمد بيقول لعلي about his visit to Giza، بيحكي له على زيارته للايه، للجيزه. بيقول له ازيك يا احمد؟ قال له ازيك يا علي. where did you go last week، سافرت فين الاسبوع اللي فات؟ فقال له I go، سوى لا go ايه، went، ايوه كده ركز. I went to Giza with with whom، with whom يعني مع مين، وهم دي للسؤال عن المفعول يا شباب، تمام؟ فقال له with my not، did you see there، ده هنا ما جابش سيرة حد معين يعني، بس اعتقد انه with my mother، مع امي. انت هيلاقي مين غير الام وحنان الام. نقط، did you see what did you see، ماذا رأيت؟ قال انا شفت البيراميدز، شفت الاهرامات. how not you go there، ده دي بيسأل عشان المواصلات، يبقى how، خد بالك how did، كلام في الماضي. how did you go there، قال له I went by taxi او car، خليها تاكسي عشان راجل غلبان. يلا بينا. I am هالة، أنا هالة. و I am a secondary school student، أنا طالب في الثانوي. I'm from دميطة، ومن دمياط. I live in new دميطة، عايش في دميطة الجديدة. With my family، my father is a taxi driver، بابا taxi driver يعني سائق تاكسي. My mother is a teacher. I have a sister، وعندي sister and two brothers. اصحى معايا ان هو كده عنده ثلاث اخوات. سلمى is a pupil at primary سكول، وسلمى اخته ديت في سنه في البرايمري، في الابتدائي. واشرف اند هاني، اشرف وهاني مالهم، ار ات بريب سكول، يعني هو كبير. اون في الاعدادي، اخته الصبيان في الاعدادي، واخته البنوته في ابتدائي. اون هوليدايز وي جو تو نير بارك، في الاجازه بنروح البارك اللي جنبنا. نو ذير وي ذير، هناك يعني. وي بلاي جيمز، نلعب جيمز. اند هاف نايس تايم، سام تايمز وي هاف دينر، وساعات بناخد العشاء هناك. ات ريستورانت near the park، ويجولي او اوردر بيتزا، ساعات بنطلب بيتزا ورايس اند فيش، يعني ساعات رز وعيش ورز وسمك وبيتزا. اند درينك جوس از اور هاوس از نوت فار، عشان بيتنا مش بعيد. وي جو باك هوم اون فود، لان بيتنا مش بعيد فاحنا بنرجع اون اون فود. وات ذا مين ايديا اوف القصه كلها، المين ايديا، الفكره الرئيسيه. الفكره الرئيسيه طبعا الولد البنت اسمها هاله، هالز روتين، او هالس فاميلي، عيلة هالة. and روتين and هير ايه، روتين يعني هدي، اللي هو الروتين الاجازة بتاعها، بتعمل في الاجازة. what do you think about هالس هوليداي، ماذا تعتقد في ايه، في هالس هوليداي، في الاجازة بتاعتها. it's nice، it's nice and fun holiday، أجازة ممتعة وفنية خالص كده ولذيذة. holiday where do they go on holiday، هما بيروحوا فين في الهوليداي بتاعتهم. at the near park، يعني البارك القريب من جنبهم هما اللي بيروحوا يزوروه. word far، far يعني بعيد، عكسها near قريب. هالة's brother، أخو هالة، study at، احنا قلنا إن أخو هالة بيذاكر، هي هالة في السكندري، انما اخواتها الاثنين في البريب، في البريب سكول. what does the underline word، الكلمه اللي تحتها خط اللي هي وي ديت اللي هي هالة's family، كل العيله بقى. هالة and her family is my friend، ضمير ملكيه، ده سؤال بسيط. a band، الباند ده اللي هي الفرقه الموسيقيه. are people play music، الناس اللي بتلعب موسيقى. pupils هما الطلاب. make their، لا do their homework، homework بتاخد الفعل ده اللي هو do، دي حاجات ايه، ثوابت.
What do you go to school at 7؟ اه ده هنا بيسأل على when. When do you go to school؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ The question، السؤال، is not difficult، it's easy، السؤال مش صعب يبقى سهل. The car belongs to my father، العربية بتخص الايه؟ الفادر. Football players اللي هم لعيبة الكورة، kick the ball، ولاعيب الكورة بيعمل ايه؟ بيبص على الكورة؟ لا، بيكيك، بيشوط الكورة. The eagle، الايجل اللي هو النسر. The big bird، طائر كبير. Players score، players scores يعني البلايرز حققوا سكور، عمل جول. By throwing the ball into a goal، اللي هم بواسطة حذف الكورة بايديهم، يبقى دي مش كيك، مش كيك برجلين، لا ده هو بيحذفها بايده، ايده يعني هاند بول اهي، انما مش شطرنج، مفيش كوره في الشطرنج ولا في السويمنج ولا في البوكسينج. وخد بالك ان كلمه بلاي ما بتجيش غير مع السبورتس اللي هي فيها بول. Not come to Egypt to see mountains، مين اللي بيزوروا مصر عشان يشوفوا الاثار؟ التورست، السياح. We enjoy watch، احنا بنستمتع ب watch ايه؟ TV. لا، enjoy او like او hate او love، بيجي بعدها الفعل زائد ing، watch ها وحط لنا ing يا ابني ونبلك. I don't need، انا مش محتاج. I don't need any help، انا مش محتاج اي مساعدة. زي ما قلت لكم any بتيجي ايه اللي هو يا ابني والله ما عندي، ما لقيتش، كان نفسي دي بس خلاص. She walks to school every morning، ما ينفعش يا جماعة، مضارع بسيط لازم نحط الفعل اس، يبقى walk اهي يعملها من ورا، حط لها اس بقت walks. There is 40 people، pupils، شايف اس الجمع؟ والنبي مش مكسوف من نفسك تديني اس، ده انت راجل قاري. قال there are 40 pupils in the class، ده اخطاء لا يمكن حد يخطئها ابدا. Your father، your father طبعا اليور هنا بتتحول لماي، بنقول my father. وانا هنا قلت I'd like to talk about my father، وهنا يعني ده احدى المقدمات اللي احنا بنستخدمها لاستخدام الباراجراف اللي هو I'd like to talk about. He is a businessman، وقلت ان هو رجل اعمال. بصوا هنقعد بقى نحط كل الصفات الجميلة، مثلا هي sensible and kind، معلش حظبط الورقة دلوقتي وهتقدروا تشوفوا كويس، يعني هو حساس او حكيم and طيب. I love him so much، انا بحبه جدا. هي طبعا بصراحة اخترت ممكن نقول donate money، قلت he donates money طبعا، وبعدين قلت له طب ما نقول he do his best to help poor people، ان هو بيعمل قدر المستطاع عشان يساعد ال poor people، الناس اللي هم الفقراء. وبعدين قلت he donate money، كمان هو بيتبرع بالمال for them او for charities، من اجل المؤسسات الخيرية. وقلت كمان ان هو بيحكي لنا قصص، he tells us stories، fun stories، by exciting way، بيحكي بطريقة exciting adventures stories، يعني قصص شيقة ومثيرة ومغامرات وكلام من ده. بقية الكلام الحقيقة هي tells us، بص لحظة كده عايزين نظبط بس الكراسة. jokes، tells jokes يعني بيحكي نكت and make us happy، وبيخلينا مبسوطين. ممكن بعد كده اكمل مثلا اقول ان هو supports me، ان هو بيدعمني and encourage me، supports me at school، وهي helps بيساعدنا كلنا، بيساعد بس اقول ان هو helps me برضو يساعدني at studies. الحقيقة هنا studies اللي هي الدراسات نفسها، او studying اللي هو المذاكرة، تمشي ودي تمشي فيش اي مشكلة. and encourage me، وطبعا encourage هنا اللي هو يشجع at all the time، طول ليه؟ طول الوقت بيشجعني. ده كده الباراجراف عن your father. الراجل اشترى التذكرة من رمسيس ستيشن. How did you travel؟ سافر بالترين طبعا، بالمترو، بالترين. How، كيف، was the journey، ازاي الجيرني كانت cool. بين ندى وملك وبيتكلموا على their school time table، على الجدول بتاع المدرسة. بتقول لها that is the bell، ده الجرس. What is the next lesson؟ قالت let's look at the time table. بتقول لها الجرس ران، ايه النكست lesson اللي هو الدرس اللي جاي او الحصة اللي جاي؟ فقالت لها يلا بينا نبص على التايم تيبل اللي هو الجدول.
هتلاقي we have got computer studies، يعني يعني computer studies اللي هو حاسب آلي. Yes, I love it. It's my favorite subject. معروف يعني طالما مادة أنا بحبها تبقى favorite. I am not good at a computer. أنا مش شاطرة في الكمبيوتر ستادز. So what are your favorite subject؟ ما بتقول أنا مش شاطرة فيها، يبقى بتحب مادة إيه subject ده؟ إيه هي المادة المفضلة بتاعتك؟ فقالت لها I love science. أنا بحب science and languages، وبحب اللغات. What languages are you good in؟ شوف كلمة English، يبقى I'm quite good، يعني أنا كويسة خالص في الإنجليزي، حلوة يعني. يبقى What's up؟ What language are you good at؟ لغات. أديت للغات. I'm good at. فيطلع I'm quite good at English. Oh, not I like language. I am bad at English. يبقى أنا مش كويسة في اللانجوج. I don't like languages. أنا ما بحبش اللغات. ويحفظها كده at للغات. أحمد وسهى were in the dining room، قاعدين في غرفة السفرة مش أي حاجة. And their parents، بابا ومامتهم، were at work، شغالين في شغلهم يعني. So sorry، سهى was doing her homework، كانت سهى بتعمل واجبها. They both their sister سلمى، وكانوا جايبين أختهم سلمى. Was playing with her toys، وكانت بتلعب باللعب بتاعتها. سهى saw some water، سهى شافت بعض الماء. It was coming through the floor، كانت الماء جاية من الأرض. أحمد and سهى went to the bathroom، دخلوا على الحمام. They found سلمى، لقوا سلمى. She was playing with her toys، كانت بتلعب برضو بألعابها. There was a lot of water، كان في ماء كتير on the bathroom. طبعا دي مشكلة bathroom floor، يعني كانت ماء كتير في أرض الإيه الحمام، هتغرق الشقة كده. And it was running into the dining room، running into الماء يعني بتجري على الإيه غرفة المعيش، غرفة السفرة. They talked about the water، هما اتكلموا في المية. And decided to dry the floor، وقرروا ان هما ينشفوا الايه المية. They used some of their father's old newspaper، استخدموا النيوزبيبر اللي هو الجرايد بتاعت بيتهم القديمة. وأحمد decided to phone his mother، وأحمد قرر ان هو يكلم الماما and father والبابا. To tell and tell them about the water، يكلمهم يقولهم على المية. Give suitable title for the passage. عايز اقول ان احمد وسهى يعني عيال زي العسل. احمد and سهى in the bathroom مثلا، او احمد and سهى are good children، عيال زي العسل. How did احمد and سهى dry the floor by؟ لما يقول لك how استخدم by والنبي. By their father old newspaper، يعني من خلال النيوزبيبر القديمة بتاعت باباهم، الجرايد القديمة اللي كان باباهم بيستخدمها. How many persons، كم عدد الأشخاص اللي are there in the family؟ Five. They are five. ليه five؟ هقول لك أنا. ما أحمد وسلمى وأختهم، أحمد وسهى وأختهم سلمى وباباهم ومامتهم، كده تلات عيال وأمهم وأبوه. The underlying pronoun it. it دي بتشير لإيه؟ طبعا للمية اللي هي الووتر. while أحمد، بينما أحمد and سهى were in the dining room، their parents were at work، كان أحمد وسهى في غرفة السفرة، وباباهم ومامتهم في الورك في الشغل. There was a lot of water on the not floor، on the bathroom floor، في غرفة الحمام. There is not milk in the fridge، there is some milk in the fridge. طب ليه مش a lot؟ لازم of. any بتيجي بحالة النفي، ومني ديت للجمع، ما تنفعش تيجي مع المفرد، مع الكميات. ماهر not voluntary work، ماهر ديت ال voluntary work بتقول do أو does voluntary work. At break I play games with my friends in the playground. We not go to school on Fridays. We never go to school on Fridays. محدش بيروح السكولة في الفرايداي. أنا نسيت أترجم اللي فوق. بيقولك في البريك في الفسحة أنا بلعب مع أصحابي.
بلعب في الايه، في البلاي جراوند، مش هلعب في الكلاس في الفصل ولا في المكتب بتاع المدير ولا في الهول اللي هو الطرقه الطويله دي. هنا السؤال الرابع انا ترجمته خلاص، نمبر 5، وي كان جيف ماني تو هيلب، احنا بندي فلوس ماني تو هيلب ايه بور بيبل، عشان نساعد الناس الفقراء. ابلوج از ان اوت ديري از ان اونلاين ديري، يعني صحيفه يوميه او يوميات اونلاين. از شي نوت وذ ا بن اور بنسل، يعني هي بتكتب رايتنج. قلت لكم قبل كده ان ام واز وار بتيجي مع الفعل زائد اي ان جي. اصحى معايا، وي ونت اون ا تريب، احنا رحنا في تريب، في رحله، تمام، ان ذا ديزرت، في الصحراء، اند سليبت ان، طالما راح الصحراء هيلي سليبت ان اتنت، معروفه ده بيرعوا بيهم يا جماعه في خيمه. او ان از ا تشايلد with no mother or father، هو الأورفن، الأورفن ده who has no mother or father. We not to mass lesson on Thursday، عندنا درسين ماس يوم الايه التلات، have المواد الدراسية كلها بتستخدم لها التعبير have she got، والنبي ده اسمه كلام have she got يا راجل، انت بتغلط طبعا، has لان has بتيجي مع هي وشي وات. I drink tea at the moment. I am drinking. لأن أنا بشرب الشاي دي ده. Drinking. بص بقى اللي بعدها بتقول لك إيه؟ اللي هي طبعًا there aren't a charge. Charge يعني شاحن. طبعًا ده مفرد. ما ينفعش تقول له aren't. يا راجل يا. أنا مش لاقي لك يد. الله يهديك يا شيخ. ده أسئلة. ده أسئلة سهلة أوي. There isn't any charge أو there isn't any، ماشي. I eat fish last week، ده الأسبوع اللي فات، ده ماضي، يبقى مش eat، ate ماضي. برضه أسئلة سهلة ولطيفة. كلمة favorite sport يعني رياضة مفضلة. طبعا لو أنا بنت هختار التنس، هختار swimming، لو أنا ولد هختار الفوتبول. وبما إن أنا الحقيقة يعني بلاحظ ان الفوتبول عليه شعبيه كبيره جدا، وانا واحده من الناس رغم اني مش بلعب رياضه بس بحب الفوتبول، فيلا بينا. I'd like to talk about، انا احب ان اتكلم عن my favorite sport اللي هي الايه الفوتبول. So ديت لذلك يعني طبعا قلت I love football so much، انا بحب الكوره جدا. I like kicking the ball، وانا بحب الكيكينج ذا بول اللي هو الشوط، ان فعلا ده صحيح انا بحب اشوط الكوره بس حتى لو ما بجيبش جوان يعني، تمام، واحيانا بتقلب على وشي بس مش مشكله. I play it on in a great team، وبلعبها طبعا في فريق عملاق كلهم نظام، مش عايز اقول لكم. I like that moment، انا بحب اللحظه دي، when I score a goal، لما بقى ايه بجيب جول. طبعا انا بتكلمش عن نفسي، انا بتكلم على الطالب اللي بيحب الكورة عشان بس محدش يشتمني يعني. when I لما طبعا I play football، انا عايز اقول بقى ان انا بلعب، انا كنت عايز اقول لكم I play football twice a day، وبعدين استكترتها، ايه twice a day، ايه الطالب الضايع ده اللي هيلعب مرتين في الاسبوع، فقلت خليها on Monday كفاية، يلعب يوم الاثنين باعتبار ان بكرة الاثنين وكده يعني. I play football on Monday at the club، بلعبها يوم الاثنين في النادي. But on holidays، بس عشان الطالب ما يزعلش برضو، وبدل ما يلعب في الشارع ويفضحنا يبقى on holidays في الأجازات. I play it twice a week، يعني مرتين في الأسبوع. It's my favorite sport، بعيد نفس الكلام مش أي حاجة. I hope to be a football player، وأنا أتمنى إن أنا أكون football player، يعني لاعب كرة قدم. My favorite footballer، اللاعب المفضل بتاعي is مو صلاح، اللي هو محمد صلاح. وقلت جملة صايعة شوية اللي هو be careful I am here، يعني خد بالك أنا هنا. باراجراف مش تقليدي لأنه مش يعني ما شفتوش خالص في كتابكم ولا في منهجكم، فكتبته by my mind. السلام عليكم. والحقيقة بعد ما سلمت حبيت أفكركم بنقطة، لما يجي لك باراجراف أنت شايفه غريب أو تأكد 100% ان اللي بيكتب لك الباراجراف ده هو، او اللي طلب منك انك تحل الباراجراف اللي من النوع ده، بيبقى عايز يقول لك خد بالك ان الباراجراف ده شبه الحياه اللي انت عايش فيها، يعني مستحيل يديك باراجراف بره المنهج الا ما يكون جزء من الديلي لايف او من الحياه اليوميه بتاعتك اللي انت تقدر تتكلم فيها. بس ادي كل النقطه اللي انا حابه بس اوضحها لك.